خلايا الجذعيه حقن البلازما، خلايا الجذعيه ماشي حقن البلازما. ديجا طريقه الاستخلاص ماشي كيف كيف. داكور، طريقه الحقن ماشي كيف كيف. داكور. النتائج ماشي كيف كيف، والحصص ماشي كيف كيف. داكور. حقن البلازما كيفاش ندير؟ ناخذ الدم تاع الانسان. نفصلوا هذاك البلازما من الكريات الدمويه وكلش. ومن بعد هذاك السائل كلير باسكو البلازما يجي كلير. وسورتو لاكوش بين البلازما والكريات فيها بزاف محفزات النمو، فاكتور دو كروسانس. هذوك لي فاكتور دو كروسانس رايحين يعاونوا الانسجه تتجدد، باسكو نعرفوا باللي في الامراض ومع قدوم السن، يعني من في المرض ماشي غير في التجميليه، الخلايا تموت. سي نورمال اون برونون دو لاج ولا في المرض يخلوا الخلايا تتجدد. داكور. دركا الخلايا الجذعيه هما خلايا جذعيه متعدده الخدمات. شنو هو متعدده الخدمات؟ هما نفس الخلايا الجذعيه تاع الجنين كيكون في كرش ماه. اوكي. داكور. كان لازم 9 اشهر باش يتكون. خليه جذعيه تتميز في بليزيو خلايا، خليه جذعيه واحده تقدر تتميز في اكثر من 200 خليه في الجسم كامل. داكور. داكور. تمد خليه واحده اخرى، خليه واحده اخرى، يكونوا عندنا الاعضاء، وبعد يكونوا عندنا الانسجه في الاعضاء، هذا الجنين كيكون في كرش ماه. دونك ياخذ الوقت باش يكون النتيجه. داكور. كاين امراض وين لازم علينا نجدوا الانسجه. باغ اكزومبل كي نقولوا امراض على واش نقدروا نحكوا؟ في المرض كاين عده، باغ اكزومبل التهاب المفاصل. راهو يمد النتيجه الخلايا الجذعيه. داكور. حقن البلازما يقدر يمد النتيجه ويمد النتيجه، برك حقن البلازما لازم لك عده حصص. ما تشوفوش الريزولتا رابيدمون. للزوج ما تشوفش الريزولتا سور بلاس. داكور. لانه لازم تعطي الوقت للجسم باش يكون خلايا تاعو.